بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مرحبا بكم بعد هذا الفاصل في الحلقة 15 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وعنوان الحلقة ليلة العرس. الملاحظة الأولى في ليلة العرس: لا تبدأ زواجك بحرام. عدد من الشباب يبدأون زفافهم عرسهم أول يوم في حياتهم الزوجية بالحرام. كيف؟ في ليلة العرس يجرون عرسا مختلطا، الرجال مع النساء، تكشف عورات الرجال وعورات النساء أمام بعضهم البعض، هذا حرام. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المعتدون. بعض الآباء حدثت عنه وهو أب منضبط نوعا ما، في ليلة عرس ابنه وزع في العرس الخمور، الخمر حرام. قيل له: لم توزع خمرا وأنت ملتزم نوعا ما؟ قال: والله هذه الليلة ليلة عرس ابني، لا أريد لأحد أن يحزن أن يزعل، حتى الذي يشرب الخمر سأقدم له خمرا. أترضى أن ترضي البشر ويغضب رب البشر؟ أترضى أن يرضى الناس ويغضب رب الناس؟ ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا تبدأ زواجك بحرام. بعض الشباب، في شيء يشيع في بعض البلاد العربية اسمه التلبيسة. التلبيسة أن يؤتى بالعريس في ليلة العرس أمام أصحابه الشباب الرجال، يقف على طاولة مرتفعة ثم يبدأون بخلع ثيابه شيئا فشيئا، بدءا من القميص إلى الجاكيت، ثم ينزلون باتجاه البنطال. لماذا؟ ويلبسونه لباس العرس أمام أصحابه وقد كشفت عورته أمام الناس. ألا تستقيم ليلة عرس إلا بكشف العورات؟ هذا حرام. بالمقابل، صلاة الأفراح في النساء، يا أيتها الأخوات احذرن وانتبهن من صلاة الأعراس. أنت امرأة طاهرة وشريفة وعفيفة ونقية، لا تلقي ثيابك إلا في بيت زوجك. ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ المرأة مع المرأة عورتها من السرة إلى الركبة، هذا إذا كانت المرأة صالحة نقية. بالتالي بعض الأخوات الملتزمات إذا ذهبن إلى عرس، داخل قاعة عرس النساء تخلع ثيابها فتكون قد ارتدت ثوبا يناسب العرس، هذا الثوب فوق الركبة. لا يجوز للمرأة أن تنظر للمرأة إلى هذه المنطقة بين السرة والركبة. إذا كانت المرأة ليست صالحة فتعامل في بعض المذاهب الفقهية معاملة الرجل، وأنت لا تعلمين من يحضر في العرس، هل صالحات الحاضرات أم أن منهن فاسقات أم أن منهن فاجرات؟ كيف تلقين ثيابك وتكشفين صدرك وأقدامك أمام هؤلاء؟ وخاصة أننا بلين الآن بهذه الأجهزة التي تصور من حيث لا تدرين، ربما أخذت امرأة جهازها وصورتك أو صورت غيرك وحملت هذه الصور، وقد سمعنا بقصص يندى لها الجبين من جراء هذا الأمر. انتبهي أيتها الفتاة، حتى في حفلة العرس وحتى في صالة النساء كوني محتشمة وكوني منضبطة وكوني مراعية لآداب عامة. بعض الناس يأتون في أعراسهم ببعض من يغني لهن أو لهم أغاني فيها فسق وفجور، فيها أحيانا كلمات وعبارات تخالف الشريعة. لا ترضى أن تبدأ عرسك بمخالفة لأمر الله تعالى بحرام، لأنك الآن ستبدأ حياة زوجية. إن أسست هذه الحياة الزوجية على الصلاح فسيكون البناء صالحا إن شاء الله، أما إذا كان الأساس فاسدا فكل ما سيبنى على هذا الأساس سينهار أو يتصدع أو ينهدم ما لم تحدث توبة صادقة لله تعالى. الملاحظة الأولى: لا تبدأ زواجك بحرام.
الملاحظة الثانية: إذا دخلت مع زوجتك إلى بيتكما الخاص يسن دعاء خاص لكما. النبي صلى الله عليه وسلم علمك أن تضع يدك على ناصيتها، على مقدم رأسها، وقل: اللهم أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثم صلي أنت وزوجتك ركعتين. عبد الله بن مسعود قال: هاتان ركعتان، سيدنا عبد الله بن مسعود، هاتان ركعتان شكرا لله تعالى أن هيأ لك هذه الزوجة المناسبة، وأنت أيضا شكرا لله تعالى أن هيأ لك هذا الزوج المناسب. صليا. الرجل يصلي إماما ركعتين خفيفتين كركعتي سنة الصبح أو أي ركعتين أخرين، تقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، أو الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ما شئت، صلي ركعتين، وزوجتك تصلي مقتدية بك، لكن لا تقرأ الفاتحة وسورة البقرة. هذه الليلة ليست للإحياء وقيام الليل، في ليالي أخرى تقرأ هذه السورة، أما الآن اقرأ سورة الفاتحة مع سورة صغيرة، واشكر الله تعالى أن هيأ لك زوجتك، وزوجتك تصلي وراءك مقتدية بك. وحتى يعني أضحككم، أحد الشيوخ كان في حفل عرس فوقف وألقى كلمة، وكان من جملة ما قال: قال يا عريس، يسن في هذه الليلة أو أنصحك أن تصلي ركعتين مع أهل بيتك شكرا لله تعالى على هذا الزواج، تصلي أنت إماما وزوجتك تصلي معك، وثم تتابعان ما يترتب عليكما في ليلة العرس، وسنأتي عليه بعد قليل. وانتهت الكلمة، مضى الشيخ. بعد أسبوعين ثلاثة شاهد العريس، قال: كيفك؟ مبارك إن شاء الله، تزوجت، ألف مبروك، والله سررنا بزواجك. قال: أخبرني، هل ذكرت وصيتي؟ قال هذا الشاب: أي وصية؟ قال: قلت لك صلي ركعتين أنت وزوجك شكرا لله تعالى. قال: أي والله يا شيخ، والله والله صليت ركعتين، حتى أني جعلت زوجتي هي الإمام. هو من اليوم الأول سلم القيادة. نعم، بالمناسبة لا يجوز للرجل أن يأتم بامرأتين، أنت الإمام وهي تقتدي بك. أي نعم، هذا من السنة. النقطة الثالثة والملاحظة الثالثة في ليلة العرس: يسن للرجل التزين لزوجته، وكذلك المرأة يسن لها أن تتزين لزوجها، والرجل يلاطف الزوجة ويؤانسها. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. نعم، المرأة تحب أن ترى زوجها جميلا أيضا، هذا أمر مهم لعل بعض الرجال أن يغفل عنه. والسيدة عائشة سئلت: بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل داره؟ قالت: كان يبدأ بالسواك، يعني ينظف فمه حتى لا تخرج من فمه رائحة غير مناسبة. ولا أبوح سرا أيها الإخوة، وأنا في عيادتي وأعمل في طب الأسنان، يأتيني بعض الرجال رائحة أفواههم ليست جيدة، ولا أخفيكم القول أن نساءهم في بعض الأحيان يتصلن بي ويقولن: يا دكتور أرجوك، زوجي رائحة فمه غير جيدة، أخبره. أنا أستحي أن أخبره بهذا الأمر، فأنت أيها الزوج اجعل رائحة فمك جيدة. وكذلك الزوجة بالعكس، الزوجة أيضا لابد أن تعتني برائحة فمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بنفسه حتى لا تخرج منه إلا الروائح الطيبة. وتقول السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكه الناس، يمازحها، يلاعبها، يسايرها. وأنت مع زوجتك في ليلة العرس، ابدأ الليلة بعد هذه الصلاة بكلام لطيف، بمزاح خفيف، تقدم لأنفسكم قبل أن تذهبوا نحو الجماع. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم بالكلمة الجميلة، باللمسة اللطيفة، بالقبلة الناعمة، هذا كله تقديم لتصل إلى الجماع بشكل مقبول نفسيا، لأن هذا أمرا جديد عليك وعلى زوجتك.
أما أن تترك هذه المقدمات فربما تؤدي إلى سوء علاقة بينك وبين زوجك في المستقبل. ذكروا بأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته امرأة تشتكي زوجها وتقول: أنا أريد أن أطلق من زوجي يا أمير المؤمنين. عمر سأل: لماذا تريدين الطلاق؟ فيما سمع من هذه الزوجة لم يجد مبررا حقيقيا للطلاق. قال: خير، ائتوني بزوجها. فجيء بزوجها وإذا هو شاب أشعث أغبر، منظره سيء، شعره غير مرتب، رائحته غير عطرة، ثيابه غير مهندمة، يعني منظره لا يؤنس، في وساخة في منظره وجسمه. فهمس عمر في أذن واحد من معاونيه أن خذه إلى الحمام وإلى الحلاق، هندسه ورتبه وأعده، وقال لامرأته: اجلسي أيتها الأخت حتى أقضي في أمور أخرى ثم أعود إليك. ذهب الرجل وأخذ هذا الزوج وذهب به إلى الحمام، هندسه ونظفه ورتبه وحلق له وجمله وزوقه وعطره وألبسه لباسا حسنا، ثم عاد به إلى صالة القضاء التي فيها عمر. الزوجة لما دخل زوجها كادت ألا تعرفه، ما هذا؟ يعني منظره تغير جدا. قال عمر: أين المرأة التي تريد طلاقا من زوجها؟ فوقفت وقالت: من قال لك يا أمير المؤمنين إني أريد الطلاق؟ نعم، الزوج ينبغي أن يتزين لزوجته وأن يعتني بنفسه. لقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هذه الحادثة: هكذا فاصنعوا لهن، هيئوا أنفسكم لهن بالمنظر وبالكلمة وبالملاطفة، وهذا من حق الزوجة، هكذا فاصنعوا لهن، فوالله إنهن يحببن أن تتزينوا لهن كما تحبون أنتم أن يتزين لكم. فالملاحظة الثالثة: في ليلة العرس يسن للرجل التزين والتطيب والبدء بالملاطفة وبالملاينة وبالمؤانسة. الملاحظة الرابعة: الزوجة كلها حلال لزوجها، والزوج كله حلال لزوجته. الزوجة كلها حلال لزوجها، والزوج كله حلال لزوجته، ما استثنينا أمرين، أمران اثنان حرام، باقي الأمور جائزة إذا كانت برضا الزوجين. الأمر الأول: يحرم الجماع في الدبر في فتحة الشرج. والأمر الثاني: يحرم الجماع وهي في فترة الحيض. هذان الأمران حرام، باقي الأمور مهما اتفق الزوجان على شيء فيه رضاهما فهذا جائز في الشرع. والفقرة الخامسة: أنني أنصح كل شاب وكل فتاة قادمان نحو ليلة العرس، الشاب أن يسأل من يثق بدينه وبعقله وأخلاقه من الصالحين، والفتاة تسأل من تثق بدينها وأخلاقها من الصالحات. والفقرة الأخيرة في ليلة العرس: يحرم إفشاء أسرار الغرفة الخاصة. لا يأتي شاب ليجلس في وظيفته يحدث أصحابه ماذا يحدث مع زوجته في غرفته الخاصة، ولا يجوز لفتاة أن تذهب إلى صاحباتها إلى قريباتها لتحدث صاحباتها بما يجري بينها وبين زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله، وعسى امرأة أن تحدث بما يكون بينها وبين زوجها، فلا تفعلوا، فإن مثل ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانة في ظهر الطريق فغشيها والناس ينظرون. الأسرار الخاصة بين الزوجين لا يجوز إفشاؤها. إن كان هناك استفسار أو سؤال فاسأل واستفسر من تثق بدينه إذا كنت رجلا مع الرجال، وإذا كنت امرأة مع النساء. هذه أيها الإخوة ست ملاحظات في ليلة العرس، بها تنتهي حلقة اليوم من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية.
نلقاكم بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، مرحبا بكم في الحلقة 15 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وقد انتصف برنامجنا هذا، وحلقة اليوم هي واسطة العقد في هذا البرنامج، وعنوان الحلقة ليلة العرس. ست ملاحظات. ولكن كنت وعدتكم في الحلقة الماضية أن أحدثكم بالأحاديث التي ينبغي على الزوجين أن يتحادثا بها بين العقد والعرس. في الفترة التي بين العقد والعرس، ماذا تحدث زوجتك؟ ماذا تحدثك؟ هذه الأحاديث مهمة. أولاً، ينبغي عليك أن تحدثها أو تتحدث معها بالأمور العاطفية، وهذا أمر مرغوب شرعاً، وقد أشرنا وتحدثنا إلى هذا الأمر في الحلقة الماضية. مطلوب منك أن تروي عاطفة زوجتك هذه، والزوجة أيضاً مطلوب منها أن تروي عاطفة زوجها. وهذه أحاديث مهمة، لكنها ليست كل شيء في الحياة، فأنتما قادمان إلى حياة جديدة طويلة ممتدة فيها صعوبات وفيها منغصات وفيها مرضيات وفيها عسر وفيها يسر وفيها شدة وفيها رخاء وفيها صحة وفيها مرض. ليست الحياة كلها في الحب والعشق والغرام والهيام والوله والوصال والوجد واللوعة، هذا جزء من الحياة، لكن هناك أجزاء كثيرة. أن تحدث زوجتك فيما يتعلق بالأمر العاطفي، هذا مطلوب منك. مطلوب ثانيا أن تحدث زوجتك في فترة العقد عن ماذا تكره وماذا تحب. ماذا تحب أنت من الثياب؟ ماذا تحب أنت من الألوان؟ ماذا تحب أنت من الأطعمة؟ ماذا تحب أنت من طريقة الكلام على الهاتف؟ ماذا تحب أنت في علاقاتك الأسرية؟ هل تحب الاجتماعات الكثيرة للعائلة؟ هل تحب الهدوء ولا تحب هذه الجمعات الكثيرة؟ هل ترغب أنت في أن تخرج من بيتك باستمرار مع أهل بيتك؟ هل لا تحب الخروج من بيتك بل تحب أن تمكث فيه؟ هل أنت
ميال لكثرة الأولاد؟ هل أنت ميال لقلة الأولاد؟ هل يزعجك أن تتكلم زوجتك كثيراً على الهاتف؟ هل لا يزعجك؟ حدث زوجتك في فترة العقد بما تحبه أنت وما تكرهه من حياتك العامة، لأنها امرأة غريبة عنك لا تعرفك، لعلك بعد حين إذا لم تحدثها، مثلاً كانت هي تحب المكالمات الهاتفية كثيراً وأنت لا تحب المكالمات الهاتفية أبداً، بعد حين هي ستزعل منك، تقول لها لما زعلتي؟ تقول أنت ما تكلمني بالهاتف. لو أنك أخبرتها بطبيعتك أنك تحب أن تلتقيها مباشرة وتكلمها ولا تحب أن تتكلم كثيراً على الهاتف، لعلك في يوم من الأيام أنت تصرخ في وجهها لا سمح الله، أو تحزن حزناً شديداً منها، تقول أنا لا أحب أن تتكلمي كثيراً على الهاتف. تقول لك يا أخي أنت ما أخبرتني، لو أخبرتني لم تنعت عن هذا الأمر. أخبر زوجتك في فترة العقد بما تحب أنت وما تكره أنت، وسلها ودعها أيضاً هي تتكلم ماذا تحب هي وماذا تكره هي، حتى يستطيع كل منكما أن يوائم صاحبه زوجه قدر الإمكان. حدث زوجتك في فترة العقد بما تحب وما تكره. حدث زوجتك في فترة العقد عن وضعك المادي. بعض الرجال يخفون أمورهم المادية عن زوجاتهم. لا، حدث زوجتك، قل لها أنا موظف أعمل في الشركة الفلانية، أتقاضى راتباً 15,000 ليرة سورية في الشهر، وعندي عمل إضافي يأتيني راتب 5,000، المجموع 20,000، سننفق إن شاء الله ونعيش حياتنا ونسوي أوضاعنا على هذا المبلغ، وإن شاء الله الله يوسع علينا بعد زواجنا. أخبرها، هي لا تعلم، ربما هي تظنك أنت من كبار رجال الأعمال وعندك مالا كثيرا، تطلب منك أموالا فتمنعها، تقول يا أخي أنت رجل بخيل، هي لا تعلم بأن مدخولك هذا المبلغ، ربما تظن هي أن مدخولك أقل بكثير. خبرها عن وضعك المادي، خبرها كيف تتعب أنت بجني هذا المبلغ، يعني تقف أنت ساعة وساعتين وست ساعات لتصور لقطة من اللقطات لتتقاضى 1,000 أو 2,000، 5 أو أقل. الزوجة في البيوت لا تؤاخذني، ربما قالت لزوجها أريد ثوبا ثمن الثوب 5,000، كم كلفتها؟ أعطاها الزوج 5,000، اشترته، كم كلفها هذا الثوب؟ كلمة، هي قالت أعطني 5,000 فأعطاها كلمة، ثمن الثوب كلمة بالنسبة لها. كم ثمن الثوب بالنسبة لموظف؟ ماذا تعني 5,000 بالنسبة لموظف؟ هي عمل نصف شهر، هي عمل ثلث شهر، يعمل ب5,000، هي كلمة. قل لها تفضلي هذا المبلغ، لكن اعلمي بأن هذا يمثل ثلث الراتب. هي ستدرك، ومرة ثانية ستحافظ على هذا الثوب كثيرا، ولن تطلب منك ثوبا آخر بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين. تقول زوجي تعب بالثوب الأول لأجله 10 أيام أو 5 أيام أو أكثر أو أقل. حدثها عن وضعك المادي، حدثها عن علاقتك مع أهلك. قل لها أنا متعلق بأمي كثيرا، أمي بعد وفاة أبي رحمه الله هي التي اعتنت بنا وربتنا، لذلك أنا أنظر إليها نظرة إكبار وإجلال، وهي الآن بحاجة إلى رعاية كثيرة بعد كبر السن، أرجوك ساعديني على رعايتها. حدثها عن علاقتك بأهلك، قل لها أخي كذا أحب أن تكون علاقتي معه كذا، وأحب أن تكون علاقتك مع أهلي كذا. وهي تحدثك أيضاً، تقول أنا علاقتي مع أهلي كذا وكذا، حتى تمشي حياتكما تقريباً بوئام، تقريباً بوئام. الآن أيضاً حدث زوجتك كيف تحل المشاكل. نحن اعتدنا أيها الإخوة في لحظات الصفاء ألا نتكلم إلا عن الصفاء والود والحب، لكن هذا غير صحيح. حدثها وأنتما جالسان ومسروران وفي أكمل حالات السعادة، قل أريد أن أسألك غدا إذا غضبت أنا وصرخت ماذا تفعلين؟ هي ستقول لك أعوذ بالله، والله لو فعلت ما فعلت أنا ما أتكلم شيء. قل لها أنا أشكرك لهذه العاطفة، لكن أنا أريد أن نتدارس مع بعضنا،
ماذا يعني تفعلين لو أنا صرخت في البيت؟ تدارس أنت وزوجتك هذا الأمر. مثلاً بعض الرجال يحب إذا غضب أن لا يتكلم أحد أمامه بكلمة، بعد 10 دقائق عندما يصمت ويهدأ ويجلس يأتي ليسمع من أصغر الرجال وأكبرهم أو من أصغر النساء وأكبرهن، يستمع إليهن. قل لها أنا أرجوك إذا غضبت لا أحب أن يتكلم أحد. لأن بعض الزوجات أو الزوجات عموما إذا شاهدت أزواجهن وقد غضبوا تذهب إليه من كرمها لترضيه، تحدثه، هو يكون عادته لا يحب أن يحدثه أحد في لحظة الغضب. فقل لها أنا إذا غضبت أرجوك اتركيني دقيقة أو دقيقتين، 5 دقائق أكثر أو أقل، بعد هذا نتحدث، حتى تعرف هي علمت. الآن بالعكس أنت قولي له، قولي له لا تؤاخذني، أنا أحياناً كمان تطلع مني كلمات يعني بس والله ما بيكون بقصدي يعني أنه أحكيها، فلا تأخذ كل هذه الكلمات. نعم، أخبريه ماذا سيحدث في فترة الخصومة. قل لها أنا لا أحب أن يخبر أحد خارج البيت بمشاكل البيت. قل لها أرجوك لا تتصلي بأمي لتقولي لها يا مرت عمو ابنك هيك هيك هيك، تعي شوفي شو بدنا نساوي معه. ربما هو لا يحب أبدا هذا الأمر، ربما يحب. يعني أخبر زوجتك عن طريقة حل المشاكل فيما بينكما، وأنت أخبريه ماذا تفعلين يعني في لحظة الغضب. يعني في فترة العقد يا أيها الإخوة هي فترة مناسبة جدا لتعارف الزوجين على بعضهما البعض، لذلك حدث زوجتك عن أمور العاطفية، وحدثها عن أمورك المالية، وحدثها عن طريقة حل المشكلات، وحدثها عن طريقة علاقاتك الأسرية، وأخيرا أنصحك أن تأخذ بيد زوجتك لتذهب أنت وهي إلى مجلس من مجالس العلم، تجلس أنت في قاعة الرجال وتجلس هي في قاعة النساء. إذا كان الله بين الزوجين فإنه جل جلاله سيتولى التوفيق بينهما، وإذا رفعت أوامر الله من بين الزوجين فإن الشيطان سيتولى الإفساد بينهما. خذ بيد زوجتك وامضيا معا في كل أسبوع إلى مجلسين من مجالس العلم. كانت هذه هي النقاط التي يتحدث بها الزوج مع زوجته في الفترة بين العقد والعرس، والبحث اليوم متعلق وهو بحث مفصلي وهو واسطة العقد متعلق بليلة العرس. سأبدأ حديثي عن ليلة العرس ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا نكون معكم.